أشاد وزير الإعلام معمر الإرياني بدور منظمة التعاون الإسلامي والدول الأعضاء بالمنظمة الداعمة للشرعية في اليمن بممثلة بفخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية. ونقل وزير الإعلام في كلمة بلادنا في اجتماعات الدورة 11 للمؤتمر الإسلامي لوزراء الإعلام في قصر المؤتمرات بجدة، نقل تحيات فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية لهذا المؤتمر وتمنياته بأن يحقق الأهداف التي عقد من أجلها، وأهمها محاربة الإرهاب والتطرف بكل أشكاله وألوانه. وقال إن الحكومة اليمنية تنشد السلام الكامل الذي يؤدي إلى إنهاء الانقلاب، وتدعو لسلام غير منقوص لا يعيد دورات الصراع والحروب ويعيد لليمنيين حقوقهم ويحفظ كرامتهم. وأكد الإرياني أن السلام المنشود هو الذي يجعل الدولة اليمنية هي الوحيدة التي تمتلك السلاح، موضحا أن المجتمع الدولي أدرك خطورة الوضع في اليمن، فشرع مجلس الأمن لإصدار قرارات ضد المعيقين لعملية الانتقال السياسي في اليمن. وأشار إلى أن أبرز هذه القرارات القرار الأممي 2216 تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي ألزم الانقلابيين بتسليم السلاح والانسحاب من العاصمة صنعاء والمدن والمعسكرات وتفكيك الميليشيات والانخراط في العمل السياسي. وأكد الوزير أن الشرعية اليمنية ممثلة في رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الوزراء على علاقة متميزة بالأشقاء في دول الإقليم الخليجي، ويقدرون كل التقدير المواقف الأخوية من الأشقاء. وعبر وزير الإعلام باسم الحكومة عن خالص الشكر والتقدير إلى المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر وسلطنة عمان ومصر والسودان وكل من وقف وساند اليمن لاستعادة الدولة. وثمن دور وزارة الإعلام السعودية ووزيرها الدكتور عادل الطريفي لما قدموه من تسهيلات ودعم لوزارة الإعلام والمؤسسات التابعة لها. حضر الاجتماع مع الوزير القنصل العام لبلادنا عميد السلك الدبلوماسي القنصلي بجدة السفير علي العياشي ومدير عام المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون اسكندر الأصبحي ومستشار وزير الإعلام عبد السلام محمد هادي ورئيس قناة عدن الفضائية فارس عبد العزيز ومدير المركز الإعلامي اليمني بجدة جمال مهدي.